ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهارده بودرة الكابتشينو، وعملنا مجات الكابتشينو الحلوة دي باللبن، هي جميلة قوي عشان جو الشتاء. لو بتشوفوني لأول مرة بقى كملوا الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة. هنعمل بودرة الكابتشينو. معايا هنا 3 معالق لبن بودر، و3 معالق نسكافيه، و3 معالق كريم شانتيه خام، و3 معالق سكر بودر. طب المقدار ده ايه؟ بيعادل هنا 1/2 كوباية. هنبدأ دلوقتي بسم الله. هنخلط المقادير مع بعض. حطيت السكر البودر، شايفين؟ يستحسن يا حبايبي نضرب السكر البودر في ساعتها عشان ما يعملش كتل كده، يبقى صابح وكويس ويبقى حلو معانا واحنا بنخلطه بالمقادير، يبقى سهل يعني. وهنحط اللبن البودر دلوقتي ونقلب. وافضل حاجة ان احنا نعمل مثلا، ما نعملش منه كميات كبيرة. اما نحتاج نعمل، ممكن تعملي مثلا 2 معلقة من كل حاجة، 3 معالق براحتك خالص. حطيت دلوقتي الكريم شانتيه الخام، واخر حاجة هحط النسكافيه واخلطهم كلهم مع بعض. شايفين؟ سهلة خالص، مفيش ابسط من كده ولا احسن من كده اهو. خلاص خلصنا بودرة الكابتشينو كده، وحضرت البرطمان بتاعنا زي ما قلنا يبقى نضيف وناشف عشان ما يبوظش البودرة. بسم الله هنبتدي دلوقتي نعبيها، وزي ما قلت لكم يا حبايبي نعملها اول باول، هي سهلة وما بتاخدش وقت خالص وبتبقى حلوة بقى ايه لمشروبات الشتاء واحنا قاعدين كده نقوم عاملينها، بتبقى جميلة جدا في المجات. خلاص خلصت كده ومليت البرطمان، هنعمل بقى ايه؟ هنعمل الكابتشينو الجميل بتاعنا. انا محضرة هنا المجات واللبن والسكر عشان ايه نستخدمهم دلوقتي. هنعمل مجات الكابتشينو دلوقتي. معايا هنا لبن ساخن، ومعايا هنا حضرت المجات والبودرة بتاعتنا الجميلة بتاع الكابتشينو وسكر. هحط في كل مج 2 معالق سكر، وحسب الرغبة بقى براحتكم خالص، السكر اللي يعجبكم حطوه. وهحط هنا في كل مج 1.5 معلقة على حسب ما انتوا عايزين تزودوا تقللوا براحتكم بقى. بسم الله هصب اللبن دلوقتي. خلاص خلصنا بودرة الكابتشينو بتاعتنا الجميلة وحطيناها في البرطمان ده وعملنا منها مجات الكابتشينو، هي سهلة وموفرة قوي. جربوها بقى وقوليلي ايه رأيكم.